ان شاء الله باقي جايين دي جيفويز وهنا وبهذه المناسبه الخط فيديو جاي ان شاء الله اللي زيراها اون شالور دابا الفيديو الجاي غادي تشوفوا الفيديو ديال لاكوب كلومو ديالها واش من ذكر واش من مدينه غادي نمشيو ليها خليكم. السلام عليكم الخوت جيسبيغ كاملين تكونوا مزيان نتمنى كلشي يكون على خير وبخير. مشينا لمدينه الرباط المهم درنا شويه كذا لقينا هذه عند اختي ايمن شكرا خديناها بثمن زوين وكيف ما شفتوا في العنوان اليوم ان شاء الله غادي المهم السموحات على الروطار اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا شكون اللي يربح هذيك الخنشه ديال الكروكيت غادي نصيفطها له غادي ندير القرعه انتم غتشوفوها على المباشر ان شاء الله نطلع بيسي ولكن قبل هذا الشيء هذا كامل خدينا هذه المشيطه هذه فورميناتور غادي نشدوها اجي خاري ها هي اللي بغا ياخذها راه شي حاجه الخوت سبيزياليزي ديال الكلاب يعني ما تحرقهم حتى شي حاجه غادي نشدوهم غادي نمشطو ليهم غادي ندوشو ليهم غادي تشوفوا باش غادي ندوش ليهم شي حاجه بسيطه ومستطاع ديال الجميع يدوش ليهم وانا ضد ديك الفكره الناس اللي كيبقى يقول لك درت ليهم بايكو درت ليهم الضوء الزرق داكشي الخوت داكشي راه ما معاش الضحك يعني الزغبه ديالهم وداكشي خصوصا الروت يعني الناس اللي كيبغيو يشاركوا فيه فليكسبو ولا المالينو ولا اي كل هذه افيكاس واخا دايره شويه الثمن الخوت شويه غاليه ولكن حاول جمع فلوس وتشري هادشي تنقول لكم يعني تصبر 6 شهور 5 شهور حتى العام وتشري هذه ودوز بها مدى حياتك بالنسبه للكلبات راه احسن ما يكون هادشي اللي كاين الخوت راكم عارفين شامه ظريفه ديما ما تفرقنيش وهذه هي جات ديما على السيركيلاسيون ديزي شوف ها اس فيك الغيره يا فيك الغيره خصك تكتشف شنو هذه هذه غير الغيره والفضول ديال الكلاب يبغي يكتشفها المهم معناش الخوت غادي نشدو اليوم غادي نمشطلهم دابا فت 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 دغيا ابخي غادي شنو غادي نديرو موراها غادي نمشيو ندوشو ليهم بواحد الدوش ديال رخيص ديزي شوف شيخ السير خرب هذا غادي ندوشو ليهم دغيا موراها غادي نديرو القرعه شكون اللي ربح ديك الخنشه ديال الكروكيت المهم الخوت من الديزاين ديالها والشده وداك الشيء راه واعر هاي فهبطه وحده الخوت شوف شنو خرج منها وهذه باش زوينه هاد المشطق كتبقى جامعة الزغب غنوريك كيفاش المهم خصني نجيب سطال ديال البوبان نحطو حدايا باش نوريكم كلشي في الاخر كيشنو غادي نجمع من بعد الخوت فاش سالينا الشامة ولكن رعيت ربع عاقي تزيد ما شاء الله شوف شحال ديال الزغب حيدات الطريقة راه سهلة غنوريكم كيفاش هي هاد الفورميناتور هي كتبقى تجمع الزغب طريقة سهلة ها تمشط عادي شيا هي كتبقى شاده الزغب كتورك على هاد البوطون بحال هكا الزغب طاح فهمتوا الخوت طريقه سهله وزوينه دابا غادي ندوزو لديزي المالينوا الى غنخدمو ليها يلا او الخوت نتمنى تكونوا تكملوا لا فيديو هاد شي حاجه زوينه واستفاده فورميناتور دارت الخدمه ديالها نقاتهم ديزي ها هي شامه ها هي فورميناتور اللي بغاها الخوت راه يلقاها اي انيمالي غادي يلقاها كتباع انيمالي في تيغينيغ صحاب الحوانت اللي كيبيعوا دي زاكسيسوار ديال الكلاب راه كتباع واخا شويه الثمن شويه قاصح ولكن ما عليناش ما خصكم تصبروا هادشي اللي كاين والثمن الخوت ديالها راه كيتراوح ما بين 200 درهم حتى 400 درهم كل واحد شحال كيبيع هادشي اللي كاين الخوت يلا دابا جا وقت ديال الدوش من بعد الخوت مثلا مشات داك الشيء قبل الدوش نيتواياج بلايصهم دخلنا شي ديال الكروكيت خوت من المحل عمرناها بالنجاره هذيك البارتي باقي غادي نعمروها دابا بالنجاره لا يعني ديك البارتي نعمروها هنا في هذه الخنشه هذه ابخي غادي نجيبو ساني كروا وجافير ضربو شي حكلات شي مزيان باش ما راقها راه الصاد راه هي ما تغادا عاد تجبد دابا شي دوش من مزيان حيت الخوت راه ولاصه داو الدوش دابا الكلاب هادشي اللي كاين من بعد الخوت فسالي النيتواياج وداك الشيء مشينا جبنا واحد درهم ديال الصابون البلدي خوت راه درهم ديال الصابون البلدي احسن من التيل
ما كرهناش حنا نشريو لهم الشامبو ديالهم، ولكن غالب الله الظروف دابا ما كتسمحلناش. لا لا لا، هادشي اللي كاين وقت شويه قاصح على الجميع. المهم دريهم اللي صابوا البلد كافيه، هنا الماء هو البارد، هنا الماء سخون، دريهم اللي صابوا البلد ها هي دابا غتدوش. وهذه هذيك هي كتسين النوبسه، هادشي اللي كاين دابا غادي نفركوهم مزيان الخوت باش من هما الخوت سالاو الدوش ناشطه مع راسها ناشطه دايزي. انستغرام ديالي هادي اللي نخلي لكم في الجنب، ما عليكم غير تواصلوا معنا، واللي بغى شي حاجه مرحبا، واللي شاف شي فيديو في فيسبوك ولا في يوتيوب ولا في انستغرام ما عليك الخوت دير يعني تقول لي شكرا بحاجه واحده غير لايك، دير اخويا شي لايك، دير شي جيم، شكرا لكم كاملين. يلا دابا صافي صافي غادي سيدي لا 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 ساليتي شويه، غادي نمشيو نجيبو بي سي باش نديرو القرعه نشوف واش كل يربح. سخا سونتا لفتيني في الهضره شنو والله صافي لفتيني في الهضره. نمشيو نجيبو بي سي باش نشوف واش كل يربح معنا في القرعه ديال الصاك ديال الكروكيت، ولا بغيتو بحال هاد الفيديوهات يعني ديال لي جيف واي ديال النصائح داكشي، ما عليكم غير في لي كومونتير تقولوا لنا شنو بغيتو. السلام عليكم الخوت، المهم السموحات حيت تعرفت بزاف دابا 15 يوم باش كان خصني ندير يعني الجيفوي ديال هاد الصاك ديال 10 كيلو، ولكن السموحات حيت راكم عارفين دابا كاينه واحد الحمله ديال المطر وكنجددوا لنا الموتور. لا لا لا، المهم هادشي اللي كاين ما عرفنا واش القانون ضدنا ولا معانا. المهم ندخلش في التفاصيل، هذا كما راكم عارفين الحمله ديال المطر نشط الموتور ومشكله باش خرجناها وداكشي. هادشي اللي كاين دابا الخوت يلاه جات الوقيته وترخفنا وداكشي شويه، بيسي وجدنا باش نديرو يعني نشوف شكون اللي ربح في الجيف اواي ديال البوست اللي خليت لكم في انستغرام. هو هذا البوست ومرحبا بكم في انستغرام، دابا على المباشر غادي تشوفوا شكون غير ربح هذا الساك هذا، غادي نوصلو ان شاء الله حتى لعندو. هادشي اللي كاين قرب اخويا عندي باش نشوفو داكشي شنو كاين. المهم الخوت هذا هو السيت اللي غنخدم به دابا حاليا، غنعزلو البوست، قال لك عزلو البوست هنا، ها هو البوست درتو في 2022 12 جوج طاقي ثلاثة ديال صحابك باش تربح الصاك ديال 10 كيلو ديال كويكر انيمال ديال هاد الشركة هادي، لي انستغرام ديالو هي هادي غنخليها لكم هنايا، اللي بغا شي كروكيت ولا شي حاجة دوموندي من عندهم راه كيوصل حتى للدار غراتوي. ها هو عزلنا البوست،
كنقول لهم هاد اكسترا خصنا نترجمو هادو. المهم الخوت باش ما نضيعو حتى شي واحد غنترجمو هادو شنو كيعنيو، وديك الساعه غادي نشوفو فين اللي غادي نكوشيو باش يعني نشوفو شكون اللي احس يعني شكون اللي طاقه بزاف كل وحده شنو كتعني. ولكن حنا غادي ما عنديش مع لانجلي الليله غادي دابا نترجموهم ورجع معكم خليكم معنا. المهم الخوت غنعزلو هادي حيد هادي زائد قال لك شحال اللي بغيت يربح، بغينا يربح واحد. البوست راني وريت لكم هذه الخوت كتعني يعني شكون اللي دار لي كومونتير بزاف، يعني شكون اللي دار غنديرو هنا باش نشوفو شكون اللي يربح على المباشرة. الخوت شنو قال لك؟ جيت كومون هي هادي شحال قال لك هنا كتحسب شحال من كومونتير كاينه في داك الشيء كامل 280 كومونتير قال لك نعزلو واحد منها. ها هو دير 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 شو سميتو؟ صلاح الدين خمسة. المهم الخوت دابا غادي نقلبوا عليه، اللي كيعرف صلاح الدين خمسة ولا دار انستغرام ديالو ولا شي حاجة غنقلبوا عليه. لقيناه الخوت باش نكونوا مفاهمين، لقيناه داير لنا ابوني راه غادي نربحوه، ما لقيناش دايرنا ابوني في باج انستغرام راه ما غاديش نربحوه. خليكم معنا باش دابا ندخلوا انستغرام صلاح الدين خمسة، هذا هو البوست اللي كنا هضرنا عليه. صلاح اين انت يا صلاح؟ نديرو كونيكشن هو هذا، ولكن شحال من واحد طلع. هذا بوان خمسة ولكن حنا عندنا خمسة، نعاودو نتأكدو. صلاح الدين تيربلويت خمسة، صلاح الدين تيربلويت خمسة الأولى هو هذا. دايرنا أبوني، مبروك ليك أخويا، باين أنت رجاوي، ها هو راك أوفيسيال. غادي دابا نصيفطو له ميساج، ما دايرش تصورتو ولكن راه دايرنا أبوني، مبروك ليك ساك داك خوكيت. غادي نشوفو فين كيسكن دابا الخوت، المهم غادي نصيفطو له، في عمرو 17 عام، ميلو في الوالدة، الله يخليك الوالدة أخويا. ها هو الدريري مع ميمتو. المهم الخوت الله يسخر ليه. المهم الخوت من بعد ما السيد ربح الساك ديالو راه غادي نصيفطوه له هادشي اللي كاين، وغادي تشوفوا هادشي كامل في انستغرام عندي يا هادي. يعني فاش غادي نصيفطوه ديك الساعه نشوفوا واش نصيفطوه له في امانه ولا في الكار ولا في الطاكسي على حسب المدينه اللي ساكن فيها. مبروك لك اخويا صلاح هادشي اللي كاين، وان شاء الله باقي جايين دي جيف اويز. وهنا وبهذه المناسبه الخوت الفيديو الجاي ان شاء الله اللي زراها اون شالوغ، دابا الفيديو الجاي غادي تشوفوا الفيديو ديال لاكوب كلومو ديالها، واش من ذكر واش من مدينه غادي نمشيو ليها. خليكم على القرص، واخا انا عارف غبت عليكم وداك الشيء، ولكن ما تنساوناش من لي لايك. ومرحبا الناس جداد اللي في فيسبوك، ومرحبا الناس جداد اللي في اليوتيوب وفي انستغرام، مرحبا بكم. شفتي شي حاجه بتجهيز كيف ما كيقولوا ما كتخلصي ما حتى شي حاجه، كتجهزيني غير بلايك، تنطلبوا منكم غير لي لايك وهادشي اللي كاين. ودايزي اجينا خاصك، ها هي دايزي الخوت ان شاء الله غادي تشوفوا شي ذكيه شي حاجه الحلاوه والله الا الخوت يعني شي ذكر ان شاء الله. الفيديو الجاي غادي ندير لكم المال اللي غادي نكوبليوها منه ان شاء الله. هادشي اللي كاين دعوا لنا بالخير وبالتيسير، واللي بغى شي حاجه مرحبا. يلا الخوت الله يسخر لكم.